نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فضل القرآن من القرآن والسنة وأقوال العلماء. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في العبادة، يهدي للتي هي أقوم في المعاملات، وكذلك في الأخلاق. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قد أودع الله فيه علم كل شيء، ففيه الأحكام والشرائع والأمثال والحكم والمواعظ. هو ليس كتاب تاريخ، وإن كان لم يخلو من التاريخ، وفيه القصص، ولم يكن هو كتاب طب، وإن كان لم يخلو من الطب، وليس كتاب حساب، وإن كان لا يخلو من الحساب. ما ترك شيئا إلا بينه، وما من نظام في الحياة إلا أوضحه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الخليفة المعتصم كان يجلس في مجلسه رجل يهودي، وكان فصيحا، فطمع المعتصم في إسلامه فعرض عليه الإسلام. فقال اليهودي: ليس عندي رغبة الآن. انتهى المجلس ومشى اليهودي. بعد سنة جاء إلى الخليفة في المجلس وقال: يا أمير المؤمنين، أنا قد أسلمت. قال له: قول لي بقى ايه سبب اسلامك. قال: والله انا تجردت وعملت اختبار للكتب الثلاثة، التوراة والانجيل والقرآن. كتبت ثلاث نسخ من التوراة، زودت ونقصت في كل نسخ، وذهبت الى الكنيس اللي فيه اليهود وعرضت بيع هذه الكتب، فقبلوها وأعطوني ثمنه. وكتبت ثلاث نسخ من الإنجيل، وذهبت إلى الكنيسة وعرضتهم فقرأوها وأعطوني ثمنه. وكتبت ثلاث نسخ من القرآن، زودت ونقصت فيه، وذهبت إلى سوق الوراقين وعرضتهم للبيع فأخذوها وقرأوها وقالوا لي: الكتب دي فيها زيادة ونقص، فيها زيادة ونقص، واحنا مش هنشتريها، والنقص كذا 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 كذا، والزيادة كذا وكذا وكذا وكذا. فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله تعالى، تحقيقا لقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أجل ذلك أنا أسلمت. من الذي يدرك أن القرآن كتاب إعجاز في البلاغة؟ تجد واحد جاهل لما يجي يتكلم هينصب المرفوع ويرفع المنصوب ويقول لك: انا مش شاعر ان في بلاغه. تقول له: اللي زيك لا يقول شاعر ولا مش شاعر.
مين اللي يعرف ان القرآن بليغ ولا لا؟ اهل الصنعة في البلاغة هم اللي يفهموا الكلام ده. يعني انت لو لقيت حاجة صفرة مرمية على الارض هتشوف دي ذهب ولا نحاس ولا ذهب صيني ما انت ما تعرفهاش، بتروح لمين؟ بتروح للسائغ تقول له شوف لي دي ذهب ولا مش ذهب. السائغ اللي هو اهل الصنعة هو اللي يقول لك. لو وجدت قطع على هيئة مجوهرات انت لم تعرف انها مجوهرات ام زجاج، حتى يأتي الخبير ويقول لك دي مجوهرات او زجاج. في حادثة وقعت وكانت القنوات شغالة، جماعة وجدوا شنطة فيها مجوهرات، قال دي تقدر بالملايين والمليارات، يعني تمن الشنطة ديت هنسدد بها ديون مصر. فذهبوا إلى قناة من القنوات، الشرطة العسكرية خدت خبر فخدت خبير في المجوهرات عشان تكشف على الشنطة. الخبير مسك الشنطة وقلبها، هي شكلها مجوهرات لكن هي طلعت في النهاية زجاج على شكل مجوهرات وليست. يبقى الخبير وأهل الصنعة هو اللي يقول دي جوهر ولا زجاج، دي ذهب ولا نحاس، مين اللي يقول القرآن ده بليغ ولا مش بليغ. كانت هناك شاعرة قالت شعر بليغ، فواحدة لا ايه البلاغة دي؟ قالت له أين هذه البلاغة من بلاغة القرآن؟ قال له فين بلاغة القرآن؟ قالت له اسمع، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. إعجاز في الإيجاز، أحداث جسيمة جدا أما تيجي تشرحها تحتاج صفحات، لكن قيلت في كلمات وجيزة جدا بليغة جدا. وأين بلاغتي من بلاغة القرآن حيث يقول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه الآية فيها أمرين ونهيين وبشرطين. القرآن واجه العرب بالإعجاز البلاغي والإخبار عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل. أما الإعجاز العلمي فقد ظهر بعد ذلك في عصور النهضة العلمية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل في مجلسه عبد الله بن عباس، فقال بعض الأنصار لعمر بن الخطاب ما لك تدخل علينا هذا الغلام وفي أبنائنا من هو أسن منه؟ فبين لهم عمليا أن الفضل بالعلم وليس بالسن. فسألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح السورة، فقال كبار القوم من مجلس الشورى هذه بشارة ساقها الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ أراد أن يظهر علمه. فقال ابن عباس هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. أنت سمعت في الصورة كلمة نعي؟ لا. أنت سمعت في الصورة كلمة أجل؟ لا. أمال ده جه منين؟ جه من الفهم. أي فهم هذا؟ إن الصلاة بتنتهي بالاستغفار والحج بينتهي بالاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وفي ختام الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كأن ختام الأعمال بالاستغفار. يبقى ختام عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالاستغفار. هذا فهم يدلك على أن هذا فهم. أنه قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم يعني يا آل البيت؟ فقال علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتاه المرء في القرآن.
إن هذا القرآن مدحه من آمن به ومن كفر به. أما من آمن به فقال فيه هو حكم ما بينه وخبر ما قبله ونبأ ما بعده، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدي من غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما من كفر به أبو الوليد عتبة ابن ربيعة لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت ورجع إلى القوم في دار الندوة، قال لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك يا أبو الوليد؟ قال والله إني سمعت قولا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وما هو بقول البشر. قالوا سحرك يا أبو الوليد. أبو الوليد ده مات كافر، ما رضاش يسلم مع شهادته في القرآن. روى مسلم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا ربي ارض عنه. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب أي بقراءته والعمل به، ويضع آخرين بالإعراض عنه وترك العمل بمقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، والذي لم يتلى فيه القرآن على العكس من ذلك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له إلى أحد حاجة ولا إلى الخلفاء فمن دونهم، ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. وقال أيضا
حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لكتاب الله تعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفرطون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وأن لا ينبغي أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا ولا حديدا. قال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم، يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو من الظالمين، ويقول: ألا لعنة الله على الكاذبين، وهو من الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وأمر عبد الله ابن عمرو بن العاص أن يختم القرآن في كل أسبوع، لأن المقصود من القراءة الترتيل، ويتبعه الفهم، والمقصود من القراءة التفكر، والترتيل يعين على التفكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هدرما. وقال عليه الصلاة والسلام: اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. البكاء يأتي من تحزين القلب بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في أوامره، فإن لم يحضره حزن ولا بكاء فليبكي على قسوة قلبه، وليبكي على فقد هذه المعاني، وذلك من أعظم المصائب. هذا في فضل القرآن، فيما جاء في القرآن وفي سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، ولا نتعدى بعد ذلك على الآداب، فالآداب لها الدكاترة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.